آن الأوان لوضع كل الخلافات جانباً والتوجه نحو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في إطار منظمة التحرير، وخصوصاً في ظل الوضع العالمي الجديد الذي يصرف فيه الانتباه بعيداً عن قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الوطنية، ونحن مطالبون بأن نتوجه بقبضة واحدة نحو المجتمع الدولي ونصعد نضالنا في مجابهة العدو الإسرائيلي من أجل انتزاع حقوقنا. في العام القادم نطمح لأن نرى قرارات المجلس المركزي وقد نفذت، وفي مقدمتها إنهاء الاتفاقات وكل صياغ الالتزامات مع الاحتلال الأمنية والاقتصادية والسياسية، وأن نكون قد توصلنا إلى استراتيجية وطنية جديدة حدد ملامحها المجلس المركزي بقراراته، ونكون قد تجاوزنا حالة الانقسام من خلال الجهود التي ستبذل ليس فقط بحوار شامل دعا له المجلس المركزي، إنما أيضا بأفكار ومقترحات تقدمها الجبهة الديمقراطية من خلال المبادرة بشأن إنهاء الانقسام بمسارين: تمثيل الجميع في مؤسسات منظمة التحرير، وتمثيل كل الفصائل في حكومة وحدة حتى نهاية العام 22، حيث نصل لاتفاق بإجراء انتخابات ديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني.